النبوه الثانيه ان المسيح سياتي من صبت يهوذا وهذه قصه النعمه طبعا البكر هو راوبين لكن راوبين اخطا والرب طبعا رفضه وفي الثاني والثالث اللي هو شمعون لاوي سفك دم بريء فالرب ايضا رفضهم فالله اختار يهوذا وصبت يهوذا الصبت الملكي ليولد منه يسوع المسيح النبوة الثالثة أن المسيح سيأتي من صلب إبراهيم وهذا ما يسمى العهد الإبراهيمي أن بنسل إبراهيم أي بالمسيح ستتبارك جميع قبائل الأرض نبوة أخرى أن المسيح سيأتي من عائلة يسا من بيت لحم يسا هو أبو الملك داود وطبعا هذا يقودنا أيضا أن المسيح جاء من بيت داود ليملك على كرسي داود إلى الأبد لكن النبوة الشهيرة أن المسيح سيولد من عذراء في إشعياء إصحاح 7 آية 14 مكتوب هل عذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عما نوئيل الولادة العذراوية ثم يتنبأ الكتاب المقدس عن مكان الولادة أنه سيولد في بيت لحم نبوة ميخا الإصحاح الخامس والآية 2 أما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل أن هذا الشخص الأزلي سيولد في ملء الزمان في مكان متواضع في مدينة بيت لحم، ثم أيضاً النبوة بتتكلم أنه عن يسوع أنه سيكون اسمه عمانوئيل أي الله معنا، واسمه أيضاً يسوع. انه الله يخلص وايضا انه هو المسيح الممسوح من الله الذي جاء من السماء ليقدم رساله الخلاص وايضا ابن الانسان ليتعاطف مع البشر مع الجنس البشري وايضا هو رئيس السلام حتى يعطي السلام لعالم متالم، لعالم بعيد جدا عن السلام، يختبر سلام الله وحضور الله الحقيقي في حياته، هذه النبوات تمت في وقت ميلاد الرب يسوع في شخص واحد هو شخص المسيح يسوع.